أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وولي عهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي وأمين عام الحزب عبد الوهاب الآنسي مستجدات الأوضاع باليمن. قال اليدومي إن اللقاء تطرق إلى أهمية الدور الذي يقوم به التحالف العربي في اليمن باعتبار أن أمن اليمن جزء من أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل لهذا اللقاء تداعيات على المشهد السياسي والعسكري في اليمن؟ وهل سيعمل هذا اللقاء على حل الأزمة التي ظهرت بين أطراف تدعم الشرعية؟ تساؤلات كثيرة تدور حول اللقاء الذي جمع بين قيادات حزب الإصلاح وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، خصوصاً وأنه لقاء يأتي بعد موجة تصعيد وحرب إعلامية بين الجانبين وصلت إلى ما يعتبره كثيرون قطيعة سياسية. وفيما تدور أبعاد اللقاء، يقول مراقبون حول إمكانية عقد تحالف بين الإصلاح ودولة الإمارات لمواجهة ميليشيا الحوثي وأن اللقاء سيخفف من حالة العداء السائدة بينهما، يتساءل آخرون عن أسباب تجاوز أبوظبي لشرعية الدولة بمخاطبة حزب سياسي في الوقت الذي يقولون إنها تعيق الشرعية من العودة لممارسة أعمالها من المناطق المحررة. دلالات عديدة يحملها هذا اللقاء، وإجابات التساؤلات السابقة ستكون مفتوحة على عدة احتمالات. وبين هذا وذاك تظل الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. اليمن أمام انعطافة جديدة في مسار الحرب، ذلك هو ما تشير إليه التحركات القيادية عالية المستوى التي شهدتها العاصمة السعودية الرياض وعواصم أخرى في المنطقة خلال الأيام والساعات الماضية، وشملت لقاءات بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والوفد المرافق له. اللقاءات بحسب بيان رسمي سعودي وقفت على آخر المستجدات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها لدحر ما أسماه البيان ميليشيات الحوثي الإيرانية والتنظيمات العدوانية والإرهابية المسلحة التي تهدد الشعب اليمني والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وفي القلب من هذه التحركات يأتي لقاء ولي العهد السعودي بمعية ولي عهد أبوظبي قيادة التجمع اليمني للإصلاح ممثلة في رئيس الحزب محمد اليدومي والأمين العام عبد الوهاب الآنسي، بعد نحو شهر من لقاء مماثل لولي العهد السعودي مع قيادة الإصلاح، وذلك بعد أن استدعي اليدومي على عجل من اسطنبول وعلى متن طائرة سعودية خاصة للمشاركة في هذا اللقاء. اللقاء بحسب بيان سعودي رسمي بحث مستجدات الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها وفق ثوابت تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، لكن أهميته القصوى تكمن في التحول الذي وصفه المراقبون بالجوهري في الموقف المتصلب للشريك الأبرز في التحالف الإمارات تجاه الإصلاح الذي بقي طيلة الفترة الماضية أحد أهداف التدخل العسكري لأبوظبي في اليمن، مع تناغم واضح مع هذا التوجه من جانب الرياض. لهذا التحول دوافعه بحسب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون شيركليف، الذي كشف عن مضمون اللقاء الثلاثي الذي عقد قبل يومين في أبوظبي بين وزراء خارجية بريطانيا والسعودية والإمارات بحضور موظفين رفيعي المستوى من الجانب الأمريكي. السفير شيركليف أوضح أن اللقاء أكد على وجوب بذل قصارى الجهد لدعم التوجه السياسي اليمني الجديد الذي بدأ يظهر الآن وتحريك الموازين في مواجهة الحوثيين. إشارة تعني فيما تعني أن المواجهة ربما تكون شاملة مع الحوثيين، ما استدعى هذا التحول المفاجئ في القناعات وتحييد المواقف الأيديولوجية بما يتفق مع التحديات الميدانية الخطيرة التي نشأت على الساحة اليمنية بعد مقتل صالح. إذا نجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عدنان العديني. أهلا بك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا بك ومساء الخير. إذا أستاذ عدنان، تساؤلات عديدة عن اللقاء الذي جمع بين قيادات الإصلاح وولي عهد أبوظبي وكذلك ولي عهد السعودية. بداية، ما هي النقاط التي نتجت عن هذا الاجتماع؟
اولا هذا اللقاء يعني من حيث طبيعته هو يعني لقاء طبيعي في سياق مواجهة عدو مشترك، يعني عدو مشترك للمنطقة كلها في معركة مشتركة. المعركة اليمنية ليست معركة محلية فقط، وإنما معركة إقليمية حاضرة فيها إيران بقوة، وأيضا حاضر فيها التحالف العربي. نحن في التجمع اليمني للإصلاح جزء من جبهة الشرعية التي هي جزء من التحالف العربي الكبير يعني. فحضورنا مثل هذه اللقاءات هو لأننا جزء من الشرعية اليمنية، ليس لأن الإصلاح جهة موازية للشرعية اليمنية، بل جهة تحمل معها ملف الشرعية في أي مكان تحضره. لكن ذلك لم يحدث الشرعية سابقا أستاذ عدنان، هل الآن حدث ذلك الآن؟ هو لم يحصل ليس لأننا لا نريد، يعني نحن نريد في الحقيقة مثل هذه اللقاءات التي تدعم الرئيس عبد الربه والشرعية وعودة الدولة اليمنية يعني لفرص نفوذها على كامل التراب اليمني في المناطق المحررة وتحرير ما تبقى من المناطق غير المحررة الخاضعة للسلطة الحوثي. الملف الأساسي الذي دائما يحمله الإصلاح يعني في كل اللقاءات سواء على هذا المستوى الذي هي قليلة أو على مستويات أدنى هي موضوع دعم الشرعية. ليس لنا مطالب شخصية خاصة بتجمع اليمني للإصلاح، وإنما نحن نعتبر أنفسنا من أكبر المستفيدين في عودة الدولة اليمنية. عودة الدولة اليمنية هي حاجة ملحة بالنسبة لنا نحن اليمنيين وبالنسبة للإخوة في الخليج، على اعتبار أنه أمن واستقرار اليمن هو أمن واستقرار المنطقة كلها، وأيضا الفوضى في اليمن هو تهديد المنطقة كلها. وبالتالي الملف الرئيسي الذي يحمله الإصلاح في هذه في 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 كل لقاءاته وفي جميع علاقاته هو كيف تدعم السلطة الشرعية والدولة اليمنية، على اعتبار أنه حتى لو هزمنا الحوثي وليس لدينا دولة قوية نحن سندخل في حالة من الفوضى. إذا لابد في الحقيقة ونحن في مواجهة في وسط المعركة نبدأ بعملية بناء الدولة وأيضا تنظيم مؤسساتها ودعمها ورفضها بما تحتاجه من إمكان. طيب كيف سيختم هذا اللقاء هذا الهدف؟ والله يعني معلوم أنه الآن اليمن جزء منها محرر، وهذه المناطق المحررة تحتاج إلى عودة المؤسسات تطبيع الأوضاع السياسية فيها والأمنية والاقتصادية، وهذا يحتاج عودة المؤسسات، وعودة المؤسسات تحتاج إلى دعم من الإخوة في مجلس التعاون الخليجي أو في التحالف العربي بشكل عام، وهذا الدعم سيثمر يعني في على المدى العام في مواجهة الانقلاب والمعركة بشكل عام في اليمن. يعني إذا ما استقرت المؤسسات في عدن واستطاعت عدن أن تستوعب المؤسسات السيادية للدولة وعاد الرئيس والحكومة وبشكل طبيعي، هذا سيؤثر طبعا في مجريات المعركة وسينقلها من حالة إلى حالة أخرى بالتأكيد يعني. وما هو التقدير إذن للموقف الإماراتي إذا يعني بعد الخروج من هذا الاجتماع؟ والله الإخوة الإماراتيين هم الذين يتحدثون عن تقدير الموقف، لكن بالنسبة لنا يعني نحن نعتبر أنه الإخوة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يعني نعتبر أنفسنا وإياهم في جبهة واحدة، ولطالما قلنا بأنه التجمع اليمني للإصلاح ورجال التجمع اليمني للإصلاح اشتركوا مع الإخوة في التحالف العربي في عربة واحدة، ليس في جبهة واحدة، في عربة واحدة في مواجهة الانقلاب. وهذا بالنسبة لتقدير الأمر يعني من جهتنا يعني من جهة التجمع اليمني للإصلاح، نشعر أن المعركة معركة عربية يعني معركة يعني تمس الامن الاقليمي الامن القومي العربي بشكل عام، وليست محصوره بنا احنا فقط اليمنيين، وبالتالي تهم الجميع وهم الذين يقودونها وتحالف الشرعيه وحضورنا من اجل الشرعيه ولاننا احد مكونات الشرعيه اليمنيه. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي استاذ عدنان، ارحب بمن ينضم الينا الان من الدوحه الباحث السياسي الاستاذ جمال المليكي. اهلا بك استاذ جمال. اذا الاصلاح كان في مركبة واحدة حتى مع الإمارات في معركة الشرعية اليوم، كيف هي قراءتك للتحرك الإماراتي الأخير الذي رعاه كما يبدو ولي العهد السعودي فيما يخص فتح قنوات مع حزب الإصلاح؟ هو إذا ما راقبنا منطق الأحداث منذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها عاصفة الحزم، الرسالة الأقوى والتي من المفترض أن ينسف لها الجميع منذ البداية هو أنه لن يستطيع الإقليم ولن يستطيع اليمنيون أن يواجهوا هذه الجماعة التي أثبتت أنها يعني أصبح وصف إرهابية أقل بقليل مما تفعله.
هذه الجماعة لا يمكن أن تواجه في ظل التفكير الضيق الذي كان بكل وضوح وبكل صراحة سائدا في المرحلة السابقة. كان الإماراتيون لديهم هواجس، وكان السعوديون إما صامتون وإما متلاغمون مع هذا التوجه تجاه يعني دعونا نقول حليف لا يمكن تجاوزه عقلا ومنطقا بعيدا عن أي حسابات. كنا نحن كيمنيين نتمنى أن يرتقي الإقليم ويرتقي الإخوة في السعودية وفي الإمارات إلى مستوى التهديد وإلى مستوى اللحظة الحرجة التي وقعنا فيها جميعا في اليمن وفي الإقليم عندما دخل الحوثيون إلى صنعاء، ويتناسوا هذه الخلافات ويتناسوا، وأنا يعني جزء كبير منها إن لم يكن كلها هي هواجس وهمية من التجمع اليمني للإصلاح في اليمن. اليوم ما حدث، هل نستطيع أن نقول كما ربما ذكر التقرير أو ذكرتم في مقدمة هذا البرنامج أنه تحول؟ لا يمكننا كمتابعين أن نطمئن أو أن نتسرع ونقول أنه تحول في التوجه نحو العلاقة مع التجمع اليمني للإصلاح من قبل الإخوة في الإمارات تحديدا وكذلك المملكة العربية السعودية. ما الذي يجعلنا نقرأ المستقبل هو ما نستدعيه من الذاكرة القريبة. الذاكرة القريبة لا تجعلنا نطمئن، هل هذا تحول حقيقي أم كما يتخوف كثير أن هذا فخ جديد للتجمع اليمني للإصلاح؟ إذا كان يعني الخطة التي يرى البعض أنها كانت مرسومة أن يواجه الحوثيون التجمع اليمني للإصلاح في 2014 ولم يحدث ولم يقع الإصلاح في هذا الفخ، هل هناك فخ جديد؟ هل هناك تركيب جديد فعلي حقيقي سيكون أحمد علي عبد الله صالح أو المؤتمر جزء منه وبالتالي سيحدث ما يشبه يعني سنقبل بكم إذا ما وافقتم على ما يصبح يعني. طيب أستاذ جمال، يعني كل هذه التساؤلات نحن نبحث عن إجابات لديكم عليها في ظل سياق المعلومات التي توفرت عن ما قبل اللقاء وفي ظل اللقاءات والوضع في المنطقة، ما الذي تقرأ من هذا اللقاء؟ ما نمارسه هو التحليل، والتحليل أنا لا أستطيع أن أقول شيء إلا بناء على معلومات دقيقة. ما لدي بين يدي المادة الخام التي أستدعيها وأنا أحلل هذا المشهد أن لدي ذاكرة لا تبشر بأن هذا تغير في التوجه وأن هناك يعني سيكون دعني أقول تغير حقيقي في الموقف تجاه التجمع اليمني للإصلاح. إذا هذه الأداة الأولى أن هناك ذاكرة قريبة جدا ما زالت حاضرة في أذهاننا ونحن نقترب من لحظة مشهد بسيط، لقطة بسيطة من مشهد كلي وهي لقطة هذا اللقاء. ثم طيب. أن هناك رغبة جامحة لدى الإمارات العربية المتحدة ولدى المملكة العربية السعودية ولو بدرجة أقل من إعادة المنطقة كل دول الردع العربي إلى رقم 2011. هل سيكون الآن يعني هذا جزء من التكهنات التي بين أيدينا الآن، هل سيكون القبول بالتجمع اليمني للإصلاح في مقابل وضع شروط تعيدنا إلى ما قبل 2011 كمحاولة؟ ونحن لدينا كثير من القرائن التي تقول يعني ماذا تفعل الإمارات في ليبيا، ماذا فعلت الإمارات في مصر، ماذا حاولت أن تفعل في تونس، هي حاولت أن تعيد إنتاج ما قبل 2011. واليوم ليس هناك ما يجعلنا نقول أن الإمارات تغيرت بما أنها التقت بشخصين في المملكة العربية السعودية، لا نستطيع أن نقول ذلك. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ جمال. أعود إلى السيد عدنان العديني. أستاذ عدنان، إذا سمعت ما تفضل به الأستاذ جمال وحديثه عن الذاكرة القريبة بالنسبة لتاريخ العلاقة بين الإصلاح والإمارات بشكل أو بآخر، والآن هناك حرب كما يبدو حرب إعلامية على الأقل ما بين الجانبين، وحديث على أن يعني هناك كثير من الشواهد على أن الإمارات تهاجم حزب الإصلاح على الأقل، في ظل ذلك كله ما المأمول؟ أولا يعني الإصلاح لم يهاجم الإمارات يوما، البيانات الرسمية خطابه الرسمي الصادر عن مؤسساته الرسمية لم تتوجه لأي من دول التحالف بالهجوم ولا بالنقد، هذا يمكن لأي متابع أن يرصده ويعني يلاحظه بسهولة. الأمر الآخر، تخوف الأخ جمال من أننا سنواجه الحوثي، التجمع اليمني الإصلاح عندما يعني يتحرك في إطار العلاقة الخارجية لا يتحرك باعتباره الدولة، هو ليس مالك الجيش وليس صاحب القرار العسكري ولا يدير المعركة العسكرية، الدولة اليمنية هي المعنية بهذا الملف والرئيس عبد ربه هو رئيس الدولة وهو المعني بهذا الملف. طيب في سياق يعني هذه النقطة هناك من يقول لماذا إذن التقيتم مع يعني التقى الإصلاح مع محمد بن زايد وتجاوز الشرعية؟
نحن لم نتجاوز الشرعية. كان الرئيس التجمع اليمني للإصلاح في وفد مع الرئيس عبد ربه في تركيا، وعاد من هناك والرئيس يعلم هذا، والرئيس هو الذي رتب كان من الذين رتبوا اللقاء في المرة السابقة مع ولي العهد. يعني الأمر هذا ليس بعيدا عن الرئيس عبد ربه ولا الشرعية، وبالعكس كل خطواتنا خطوات يعني تخدم الشرعية وتذهب في اتجاه دعم حضور الشرعية في داخل البلد واستعادة المؤسسات العامة للدولة. ليس لدينا يعني وإن كان لدينا بعض المشكلات الأمنية الموجودة في بعض المناطق المحررة، فالخطاب يتوجه إلى المؤسسات الأمنية اليمنية. نحن نخاطب في النهاية، نحن مكون يمني، ومسؤولية الأمن في المناطق هذه تحملها الشرعية، وعليها أن تتحمل هذا الأمر. يعني وإن كان لها يعني من ملاحظات مع الإخوة في دول التحالف، فهذا شأنها كدولة. يعني نحن لسنا الدولة، لن نحارب يعني باعتبارنا الدولة، نحن جزء من مكونات الشرعية اليمنية، لن نحل محل الشرعية ولن نكون كيان موازي لها ولن نكون كيان بديل لها. من الخطر جدا أن تهدد الشرعية اليمنية بأي عمل أو بصناعة أي كيان موازي. أعتقد أنه الإصلاح في هذه النقطة ببيانات واضح في هذه المسألة. يعني في النهاية يجب أن تسلم كيانات المقاومة التي نشأت حين كانت المؤسسات العسكرية غائبة، المؤسسة العسكرية غائبة، عليها أن تسلم بأن هنا قوات مسلحة. وهذا الأمر قد تم بقرار رسمي ضمت كل كيانات المقاومة إلى قوات مسلحة وانتهى الأمر. بقي دور الأحزاب رافد وداعم للمعركة للقوات المسلحة وأيضا للقيادة الشرعية للبلد. طيب أرجو أن تتفضل مرة أخرى بالبقاء معنا أستاذ عدنان. بالعودة إليك السيد المريكي، إذا ما تحدثنا عن ملفات الجنوب، ملف تحرير تعز، السماح بتواجد قيادات الدولة في المحافظات المحررة الجنوبية منها على الأقل، هل برأيك سيعمل هذا اللقاء على حلحلة هذه الملفات وحل هذه الإشكاليات؟ هو من زاوية يعني كمواطن يمني قبل أي شيء آخر، أنا أتمنى من كل يعني بكل قلبي أن يحدث ذلك وأن يكون هذا صحيح. لكن اليوم هناك مجموعة من القرائن المنطقية التي بين أيدينا تجعلنا على الأقل لا نتسرع بالحكم ولا نتسرع بالاحتفاء بهذا بما حدث. ما يعني الموقف الصحيح هو أن ننتظر، الموقف السليم ألا نتسرع بالحكم وبالتفاؤل، بل الأكثر منطقية هو أن ننظر إلى السياق الذي نحن فيه ونمط التحركات على الأرض. نمط التحركات على الأرض للإخوة في الإمارات العربية المتحدة وسكوت السعودية عن هذه التحركات تحديدا خاصة فيما يحدث في تعز، هذا النمط نمط التحركات يدل هو مقدمة منطقية لنتيجة منطقية تقول أن هناك تباطؤ، أن هناك إهمال، أن هناك خطط موازية لا علاقة لها بهدف تحرير اليمن وإعادة الشرعية. هذا ما تقوله نمط التحركات على الأرض وما أتتبعه بشكل شبه يومي أنا شخصيا، يعني وواضح لا يحتاج إلى تلقيب. إذن هذا كله هذا نمط التحركات. هل هناك تحول حقيقي حدث؟ لا نستطيع أن نقول ذلك إلا أن يحدث ما يغير ما يجعلنا نقول أن نمط التحركات على الأرض تغير وبالتالي أصبح متناغم مع البيانات الرسمية أو مع هذه اللقاءات أو هكذا نوع من دعني أقول إعادة ترتيب المشهد السياسي. أشكرك الباحث السياسي الأستاذ جمال المليكي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. وقبل أن أعود إلى السيد عدنان العديني، أرحب مشاهدينا الكرام بأمين عام حزب الأمة الإماراتي الأستاذ حسن الدقي الذي انضم لنا عبر الهاتف من إسطنبول. أهلا بك أستاذ حسن. إذن هو لقاء أول من نوعه يجمع بين ولي عهد أبو ظبي وحزب الإصلاح في اليمن قيادات هذا الحزب، كيف تقرأ المشهد القادم فيما يخص معركة اليمنيين في استعادة الدولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر هذه الاستضافة الكريمة. لابد الحقيقة لكل المراقبين أن يبحثوا عن العامل الأساسي الذي غير المعادلة واضطر بن زايد وبن سلمان أن يلتقوا بمن شيطنوهم طوال 7 سنين من الثورة العربية ومن الربيع العربي. وواضح من مقابلة بن سلمان لقيادة تجمع اليمني للإصلاح قبيل اغتيال علي عبد الله صالح بأن الاغتيال هو الذي يعني أدخل المعادلة أو غير وجه المعادلة تغييرا يعني كبيرا وخطيرا في اليمن.
بقايا، أنا أسميهم بقايا فلول النظام الخليجي السياسي بعد أن فككوا مجلس التعاون الخليجي وقعدوا على أطلاله، وقعوا في أيضا خطأ يعني استراتيجي خطير جدا، وهو أنه محاولة استرجاع صاحبه القديم وهو علي عبد الله صالح إلى صفوفهم. واضح أنه شابه أداء أمني متخلف جدا، وإلا فإن مقابلة بن سلمان لقيادة تجمع اليمن الإصلاح أعطى يعني مؤشر خطير جدا لإيران أو المشروع الإيراني الصفوي في المنطقة، أن ثمة تغيير ما يعني يحصل. ولا أدري أي عقل الحقيقة يمكن في غرفة العمليات العسكرية التي تديرها الإمارات، أي عقل أشار على بن سلمان بأن يلتقي بالتجمع اليمني الإصلاح على الملأ وهم يخططون لعملية أمنية بمثل هذه الخطورة والسلاح علي عبد الله صالح من تحالفه يعني مع الحوثيين. إذا نحن أمام مشهد خطير جدا وتغيير في المعادلة الاستراتيجية التي هي جانبين، جانب عسكري وجانب أمني، وواضح أن إيران قد كسبت يعني المعركة هذه وانتقلت إلى منطقة متقدمة في الصراع، ويعود النظام الخليجي مرة أخرى لكي يعني يدور حول نفسه مجددا. هل هو الآن في وارد أن يحدث نقلة حقيقية واستناد حقيقي إلى يعني قوى الشعب اليمني الحية في إدارة هذه المعركة؟ المسألة تحتاج إلى بحث طويل. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ حسن. أعود إلى السيد عدنان العديني. أستاذ عدنان، سمعت ما تفضل به الأستاذ حسن الدقي من تغير في الأحداث في اليمن ودلالة التوقيت. الآن في خضم كل ذلك هناك من يتحدث على أن يعني دولة الإمارات بشكل أو بآخر تبحث عن ميليشيات لتدعمها في المعركة في اليمن. هل يمكن لحزب الإصلاح أن يقوم بهذا الدور؟ أستاذ عدنان، أستاذ عدنان، إذا فقدنا التواصل كما يبدو مع الأستاذ عدنان العديني إلى حين عودته. على كل حال أعود إلى السيد أمين عام حزب الأمة الإماراتي الأستاذ حسن الدقي. سيد حسن، إذن هل يمكن القول الآن أن يعني بوضع الاعتبار ما تفضلت به في إجابة السؤال الأول على أن لقاء الإمارات بالإصلاح سينهي ما كان يعني يقال عليه قطيعة سياسية؟ لا أعتقد، لأنه يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولا ينبغي قراءة وجوه محمد بن زايد قراءة مختلفة ومعايير مختلفة. فوجه محمد بن زايد في مصر وهو أخطر الوجوه، ووجه محمد بن زايد في ليبيا، ووجهه في سوريا، ووجهه في يعني إدارة أيضا الشأن السعودي والانقلاب الذي حصل في السعودية. محمد بن زايد متخصص انقلابات، أول انقلاب بدأه في الإمارات عام 1987 على الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وفشل ذلك الانقلاب إلى انقلابه الأخير على الأسرة السعودية وتنصيب محمد بن سلمان. فهذا يعني ما تبديه الآن الإمارات الحقيقة ينبغي يقرأ يعني وفق معطيات كثيرة جدا، ودفع الاتجاه، دفع المسألة إلى اتجاه أن هناك معركة مع إيران، إيران يعني يربطها مع أمريكا اتفاق نووي، وهو سقف الأحداث كلها. نحن أمام سقفين أساسيين، السقف الأول هو الثورة العربية واستحقاق الشعوب العربية، الشعوب العربية ماضية إلى استحقاق السيادة مجددا، ولا مجال للتلاعب بها ولي يعني جعل الشعب اليمني ديلا مرة أخرى، لا للسعودية ولا لطهران ولا للإمارات. كيف يستعيد الشعب اليمني حريته ومن ثم سيادته؟ هذا هو السقف الأساسي الذي نحن عليه. والسقف الثاني هو ما يربط إيران وأمريكا يعني اتفاق نووي. وبالتالي طيب يعني التجمع اليمني للإصلاح وقبائل اليمن أن تعرف إلى أين تذهب وإلى أي ساحة تدخل، لأنها إذا دخلت في أداء الدور الوظيفي يعني مرة أخرى فإنها لن تنجز للشعب اليمني شيئا. طيب أرجو تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى أستاذ حسن. يعود إلينا السيد عدنان العديني. أستاذ عدنان، سمعت ما تفضل به أمين عام حزب الأمة الإماراتي. برأيك إذن هل لديكم مخاوف من أن يعني يكون هناك إرادة لأن يتم التعامل معكم بشكل أو بآخر كوكلاء لدولة من دول التحالف بداخل اليمن؟ أول أنا لم أسمع كل الكلام، لكن ما أريد أن أقوله أن أننا في اليمن لا علاقة لنا بالمشكلات التي جرت في الإمارات ولا في السعودية، وهذه الملفات الداخلية
لا تعنينا يعني. في النهاية نحن نحمل الملف اليمني. الملف اليمني سقطت الدولة ونحن بحاجة إلى استعادته. وإيران ضليعة بهذا الإسقاط يعني. إيران القوة التي دفعت بهذه الجماعة من بين التراب أنشأتها حتى صارت شجرة كبيرة، هي التي رعتها فكريا وإيديولوجيا وعسكريا، ثقافيا وعسكريا. بالتالي نحن في مواجهة مع إيران، ونحن بحاجة للتحالف العربي لخوض هذه المعركة. المسألة التي تتعلق بالدولة اليمنية هذه تخص القيادة اليمنية السياسية. نحن لا نحمل أنفسنا فوق طاقتنا، نحن في النهاية حزب سياسي وأحد مكونات الشرعية، وعندما نتحرك فهو في سقف الدفاع عن الشرعية ودعمها وعدم يعني وحمايتها وتوفير الشروط اللازمة لاستمرارها وتقويتها حتى تستطيع الدولة اليمنية أن تقوم على قدميها من جديد داخل البيئة اليمنية. استدعاء الصراعات في الدول الأخرى أظن أنه لا يخدمنا، ولا يعني خاصة في الإمارات والسعودية لا يخدمنا أبدا. نحن أيضا بالقدر الذي ندعوهم لأن يساندوا وهم فعلا يساندوا الأمن اليمني، أيضا نحن لا نحب لأمنهم أن يتصدع وأن يتضرر. الموضوع لا. يعني أخطر من مسألة أننا أناكف في بورقة مقابل ورقة. هناك دولة يمنية، هناك دولة عربية سقطت، وبسقوط هذه الدولة قد يتأثر الأمن الإقليمي المجاور بشكل كبير. ويفترض أن نركز على هذه النقطة ولا علاقة لنا بالقضايا الأخرى، ودورنا هو محدود في دعم الشرعية، لسنا الدولة ولا ممثل الله. أشكرك نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح الأستاذ عدنان العديني، كنت معنا على الهاتف من الرياض. بعودة أخيرة إليك أستاذ حسن الدقي، وفقا للكلام الذي تفضل به الأستاذ عدنان العديني، كيف تنظر إلى تعاطي حزب الإصلاح مع المشهد في اليمن وتعامله مع الفاعلين الإقليميين؟ بلا شك أن هناك مستويين يعني من التعامل سيضطر لها حزب اليمن الإصلاح. المستوى الأول هو المستوى الاستراتيجي، والمستوى الثاني هو المستوى التكتيكي. وواضح أن المستوى التكتيكي هو المسيطر الآن، لكنه المستوى التكتيكي إذا لم يكن له سقف استراتيجي بعيد المدى فإنه غالبا سيصبح يعني من يدخل في هذا المستوى سيصبح ورقة في أيدي الآخرين أو في المشاريع التي تتقاسم اليمن. نحن نظام الخليجي ليس أول مرة يدير معركة في المنطقة. نظام الخليجي منذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، وكان هناك أيضا يعني اصطفافات شبيهة بما نجده اليوم بين مسقط وبين أبو ظبي وبين الكويت والرياض والدوحة وغيرها. ثم إنه يعني أخطر ما فعله النظام الخليجي هو دخوله على اليمن بالثورة المضادة وعبر المبادرة الخليجية. إذا لم نكن قادرين على أن نقيم الدور الخليجي في ظل المبادرة الخليجية، المبادرة الخليجية هي أحد أخطر أشكال الثورة المضادة. إذا كان هناك تدخل عسكري أو دفع أموال للانقلاب عسكري في مصر، فإن المبادرة الخليجية كانت هي البديل اليمني في مرحلة يعني في المرحلة الأولى من انتصاص الثورة الشعبية في اليمن. ثم رأينا الأمور إلى أين تذهب. يمكن تفهم تعاطي حزب الإصلاح للمستوى التكتيكي في إدارة المرحلة وفي الحصول على بعض المكاسب وفي تخفيف حدة الصراع إلى غير ذلك، لكنه إن فقد البوصلة الاستراتيجية فإنه بلا شك سيكون أكبر الخاسرين. والمعول كما تفضل الأستاذ المندوب الحزب، المعول هو على الشعب اليمني. الشعب اليمني في مرحلة حاسمة وخطيرة جدا، ولا يمكن عزل ما يحصل في اليمن عما يحصل في السعودية أو في قطر أو في أماكن أخرى. فإذا لم يوارد الشعب اليمني رقابة دقيقة ولصيقة على مساره، وإذا لم يولد الشعب اليمني مشروعا سياسيا سياديا يعبر عنه، لا يعبر عن حبل سري موجود في الرياض أو في أبو ظبي أو في طهران. أشكرك أمين عام حزب الأمة الإماراتي الأستاذ حسن الدقي، كنت معنا على الهاتف من إسطنبول، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزملاء محمد عبد المغني وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.